ريحة فسيخ هترجع دلوقتي. يس هترجع. هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. انا رواندا. النهارده جايز هنجرب مع بعض الحلو. هتجربي ايه؟ انا عايز اجرب. انا كمان انا جعان. وريني كده. لينا ايه الحاجه؟ ايه ده؟ ده ديودرنت اكس. طب يلا ناكل. يلا ناكل. يلا بينا. النهارده جايز هنجرب مع بعض الحلويات الكوريه الغريبه دي. حلويات كوريه، حلويات صينيه، حلويات يابانيه. طبعا زي ما انتم شايفين في قدامنا حاجات كتير. وسع ركبتك دي. نعم. هروح فين انا؟ هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. احنا النهارده مش بس داش واحد، احنا داشرز النهارده. داش كتير. النهارده يا جماعه هنجرب معاكم الحلويات اليابانيه والكوريه والحاجاتيه. قبل ما نبدا الفيديو جايز بليز 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 اعملوا لايك على الفيديو وسبسكرايب لقناتي. خلونا نوصل 2 مليون. احنا هندوق من ورا بعض، اكيد ما فيش قرف صح؟ احنا اخوات يعني بعضنا. انا صار ادول الاول. انت ما بتعرفيش. انا بعرف منكم كلكم يا معفنين. اوكي يا جماعه، اول حاجه عندنا علشان ما تسهش لازم نجربها هي الايس كريمز. ففي هنا عندنا 4 ايس كريمز كوريه ويابانيه غريبه ولا مره جربناهم، سو هنبدا بيهم. ده بالشمام. انا ما بحبش الشمام خالص، فمش عارفه لو ده هيعجبني ولا لا. اوكي. بصوا على فكره منك. على فكره الايس كريم ريحته تجنن. خلوني انا اجربه الاول. انا جربته خلاص. اوكي، هو لازم حد بيحب الشمام قوي، لانه اللي ما بيحبش الشمام مش هيحبه. انا عجبني. تديله كام من 10؟ للي بيحب الشمام هيديله 8 او 9 من 10. انا صراحه ما بحبش الشمام، سو هديله 4 من 10. بس هو طعمه فريش. 3 ما حبيتهوش. بكره الشمام. اوكي، سو بعد كده في عندنا الايس كريم ده. الايس كريم ده بالايه؟ خلونا بعين الجمل. دي ايه دي؟ مالها دي؟ شيطانة. دي قاعدة معانا. كريم الجوز بنكهة الجوز. والله مكتوب كده. كريم الجوز بنكهة الجوز. جوز جمل؟ جوز جمل؟ جوز عين؟ جوز ايه اسمه؟ عين جمل. عين جمل. اوه شوفوا شكله. او ماي جاد ريحته حلوة. يام. يام. مستحيل. تحفة. طعمه كراميل رائع. 10 من 10. طعمه نفسه. دوق. حلو. انا حبيت ده. مش متخيل كده بصراحه. بس في افتر تيست كده مش حلو. في طعم في الاخر يعني مش حلو، بس لا انا عجبني الصراحه. انا اديله 6 من 10. ستة؟ صفر؟ وات؟ احسن عشان اكله انا لوحدي. صفر. زيرو. بيج زيرو. اوكي، سو بعد كده في عندنا الايس كريم ده. هو مكتوب عليه كله بالكوري، فانا مش متاكده هو ايه، بس شكله ايس كريم بالشوكلت. ده انا عارفاه، جربته قبل كده ووسخت نفسي وبهدلت نفسي. لا 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 هترش علينا. تعزين يا جماعه، انا خايف افتحه اصلا يقوم يرش كل حته. يلا. انا ده مجربه قبل كده وبصراحه حبيته. اوكي. شكله يا جماعه مقزز جدا بصراحه، بس هو طعمه حلو. 9 من 10. 8 من 10. 9 ونص من 10. على كيفنا قيمنا. اوكي يا جماعه، مستعدين للايس كريم اللي بعد كده لانه غريب جدا. هو ده شكل الايس كريم. هو محطوط في كوبايه ومكتوب عليه كعكه الارز المضغوطه. حد سمع عنها قبل كده؟ لا. بحاول استوعب اصلا يعني ايه. يعني ايه كعكه رز مضغوط؟ يعني ايه رز بالايس كريم؟ عارفه انت كعكه ال طالما يعني طالما قول السؤال تاني. ايه ده، هو شكله عامل كده ليه؟ اتوقع انا عارف ده ايه. مش شبه الايس كريم. ايه حجر. اوكي، ده التبوكي ولا اسمه ايه؟ تابوكي اللي هو اللي بيبقى في البابل تي. وحش. وات؟ دفي دفي. اوكي. ام سوري. استغفر الله، اسوأ حاجة دقتها في حياتي جايز. تحسوا ان انتوا بتاكلوا ايس كريم بالفول، اقسم بالله. ايس كريم فول. هو ايس كريم فول يا جماعة. طعمه وحش جدا.
لا 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 اوكي. سو في عندنا هنا اشهر مشاريب شفتها في كوريا وفي اليابان وكده، اللي هي مشروب تشوبا تشوبس. في اللي هي الاغنيه اسمها ايه، حبيبي هدي شوي روق، يا حبيبي اشرب بيبسي كولا روق. اوكي نبدا بده فراوله. يس يس. اوكي يلا. شفتي كم؟ يام نفس طعم المصاصة بس مشروب، صراحة حلو، بس هو السكر بتاعه كتير. في عندنا نفس المشروب لكن بطعم البرتقال. فانتا والله حرفيا فانتا. لا مش فانتا خالص. لا فانتا فعلا. أنا عجبني أكتر الفراولة صراحة. بعد كده في عندنا المشروب ده اللي هو اسمه ميلكيز، الله أعلم هو إيه. هو ده شكله، عارفة شويبس؟ اوكي، يعني حاجه ما لهاش طعم كده. لا ليها طعم اتوقع، اللي هي الميه ميه غازيه. حاسه ان هو طعمه ميه بسكر، ده ما عجبنيش خالص، ده صفر بحس. بعد كده في عندنا اكتر درينك انا متحمسه له، اللي هو مشروب بي تي اس. انزلوا تحت في الكومنتس اكتبوا لنا مين بتحبوا من بي تي اس، يعني على اساس انا عارفه، يعني انا اصلا ما اعرفش ولا واحد فيهم. ما اعتقدش حتى حد فيهم بيتفرج على بي تي اس. لا كلهم بيتفرجوا على بي تي اس على فكره. ده كولد برو امريكانو، يعني كوفي. جربيها كده. يامي. كوفي سكره قليل كمان. حلو قوي. انا عن نفسي بحب المراره بتاعه القهوه. طعمه حلو. قهوتي عمري ما بحط عليها سكر فده مره. بحس ممكن تحطوه في كوبايه انتوا وتحطوا معاه تلج وتشربوه الصبح يبقى يجنن. اوكي هنجرب بعد كده السويت ده. شكلها الكيك تقريبا هتبقى اكتر حاجه هتعجبني النهارده. يامي دي يا جماعه. كيكه عامله زي ال ادخل لهم، ادخل ادخل الكاميرا، ادخل اقعد معاهم في البيت. يلا واحد اثنين ثلاثة. 10 من 10 يعني مش الحاجه الواو، عادي. دي لو جبتوها عندكم في البيت هتخلص في نفس اليوم. انا هديها 7 من 10. 8. نفس رايك 8 من 10. دي ايه؟ دي فطيره بالفراوله. بالحاجات فراوله فراوله، يعني مش فراوله. نفس التفكير الغبي. نفس الغباء. نفس ليفل التفاهه. فطيره ومحطوط عليها زي ستروبري سبريد. اقسم بالله فهمه. والله في مره هتديني كوع. يام. حلوه والمربى بتلزق في البق. المربى بتلزق في السنان بس صراحه حلوه. 6 من 10. انا هديها 8. وانا هديها 7. بعد كده في عندنا اغرب سناك انا شفتها في حياتي عند اليابانيين. طبعا انتوا عارفين او يمكن مش عارفين بس في ناس كتير قوي بتحب تاكل الاندومي زي ما هي. كنت عارف المعلومه؟ انا منهم على فكره، كنت بعملها وانا صغير بجد. فعملوا تشيبس على طريقه الاندومي. اول حاجه لازم تكسروها، تاني حاجه لازم. مين فيكم اللي بيعمل كده بقى؟ وانا كمان عندي واحده هنا يا جماعه، فانا اوريدي هعملها واحط عليها توابل. التوابل بتاعتها. اوكي سو بعد ما كسرناها دلوقتي هنحط عليها التوابل. غريب قوي ان احنا مش هنحطها على النار. جايز شوفوا شكلها بقى عامل ازاي، زي الاندومي العاديه بالظبط. اوكي دي بنكهة الصويا صوص ودي نكهة مختلفة بنكهة التيتيو بوكي. مش كده؟ بسم الله. حلوة؟ حلوة؟ لا بس طعم الصويا غريب، مسكرة، ما بحبش الحاجات المسكرة. بحب اقول لكم ان انا هخلص دول. دي احلى. كأنكم بالظبط بتاكلوا تشيبس وعاملين الاندومي خفيفة، يعني مش زي الاندومي اللي بتنطبخ. انا بالنسبة لي A few moments later. اوكي يا جماعه انتقلنا للكنبه لانه انا ما كنتش قادره، رجلي فعلا اتشلت وانا قاعده على الارض. المهم هنكمل عادي جدا كانه ما حصلش حاجه. انا عايزه اجرب التشيز كيك دي. اوكي سو في عندنا بعد كده تشيز كيك يابانيه شكلها كده بالليمون تقريبا. انا مش عارف هي ده مش تشيز كيك، ده فانيلا. دي تشيز كيك بالسويت بوتيتو بالبطاطا. مع نفسي بالبطاطا الحلوه، تخيلوا. يعني انا مش عارف الاثنين هيبقوا ناكلين على بعض ازاي. ايه ريحتها بطاطا. كليها لوحدك هترجع دلوقتي. يس هترجع. بس طعمها مقرف. خليني انا اجرب. ليه؟ It's kind of good.
ايه قلت لك انها مش حلوه اقسم بالله. لا لا لازم ميه. اوكي بعد كده في عندنا السناك الكورية دي عبارة عن شرايح من السمك المجفف. تخيلوا يا جماعة ريحة فسيخ. لا 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 كأنكم بتاكلوا القشرة بتاعت السمك. المشكلة ان الطعم بيلزق في بقكم. شفتوا ريحة اكل القطط؟ طعمها ريحة اكل القطط. انا حاسس ان هو صفارة جدا يعني. اوكي بعد كده في عندنا الشيبس ده برضو تشيبس كوري بنكهة الجمبري. الله يستر. ده هيبقى حلو. ده مش شيبس ده بسكوت رايس كيك او حاجة كده. شوفوا شكله ده لابسل ولا شرمب. حبيت بس طعمه مش جمبري طعم كابوريا. انا حبيته صراحة جدا. في زفارة برضه بس خفيفة. مستحيل اكل منه مثلا كيس كامل. اوكي بعد كده في عندنا الحاجة الغريبة دي اسمها كعكة الارز اللزجة. يعني من اسمها تحسوا انتوا هترجعوا. شوف عاملة زي الخدود. يوم عرفتها. It looks nice. جواها ايه عجوة؟ الله يقرفكم. انتوا اوفر اوي. اقسم بالله المهم. انتوا اوفر اوي. وبكده جايز نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو. لو حبيتوا اعملوا لايك كبير جدا على الفيديو وسبسكرايب. بس جايز بحبكم قد الدنيا كلها وان شاء الله اشوفكم في كل فيديوهاتي الجايه. باي.